阿克里城萨拉森人在耶路撒冷获胜的消息传到了欧洲，于是萨拉丁很清楚他最危险的对手是因他建造出巨大的要塞。比查的军队已经来到了阿克里附近，而萨拉丁的大部萨拉丁知道圣战的高潮已经到来，但如果阿克里沦陷了，那持续让我们给西方的异教徒狗们看看他们这些欧洲人从未领略过的景象吧。一剑出，一人死。我是男孩مستعد عامل من عامل من جاء مستعد نعم نعم حسنا نعم مستعد نعم نعم حسن مستعد نعم مستعد حسن مستعد حسن
نعم نعم صحيح سأفعل نعم صحيح نعم سأفعل
我们看到了热那亚的战舰。南树。我们看到了热那亚的战舰。نعم
نعم مستعد هجوم هجوم امر نعم حسن هجوم نعم حسن نعم سأفعل بناءة نعم أمر نعم سأفعل هجوم نعم الهجوم نعم سأفعل سالادين 大人波斯的沙阿王正在运送援军到达نعم سأفعل هجوم أمر نعم نعم سأفعل我们看到了热那亚的战舰。我塞尔纳什。نعم امر نعم حسن نعم مستعد نعم قتال نعم نعم سأفعل هجوم نعم حسن نعم هجوم مستعد امر مستعد نعم امر نعم مستعد حسن هجوم نعم هجوم 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 مستعد حسن بناءة أمر مستعد نعم نعم حسن مستعد حسن نعم نعم حسن نعم نعم حسن مستعد مستعد نعم حسن نعم حسن نعم مستعد نعم حسن نعم حسن نعم حسن مستعد نعم سأفعل نعم نعم مستعد نعم حسن سأفعل القتال سأفعل نعم حسن مستعد نعم هجوم نعم حسن نعم هجوم نعم حسن نعم مستعد نعم قتال حسن
Hassan. Naam, sa'afal. Banna Atun. Naam. Mustafa, hujum. Am Hassan. Naam. Naam. Amr. Al-hujum. Hassan. Hujum. Naam. Al-hujum. Hujum. Hujum. Naam. Hassan. Hujum. نعم حسن 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 نعم حسن 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 أمرك نعم حسن حسن نعم مستعد أمر هجوم مستعد نعم نعم عامل عامل منجم نعم نعم مستعد أمر مرمي مرمي نعم سأفعل نعم نعم أمر سأفعل مستعد نعم حسنا بنا مستعد حسن نعم أفعل نعم مستعد أمر حسن مستعد نعم نعم أفعل نعم نعم الهجوم مستعد أمر حسن نعم الهجوم مستعد الهجوم نعم مستعد نعم أفعل أمر حسن نعم مستعد الهجوم نعم أفعل أمر نعم حسن مستعد نعم نعم مستعد نعم أفعل نعم مستعد نعم أمرك نعم حسن أفعل حسنا نعم سأفعل حسن سأفعل الهجوم نعم سأفعل الهجوم نعم مستعد حسنا نعم سأفعل الهجوم مستعد نعم سأفعل نعم سأفعل مستعد سأفعل حسن أمر نعم نعم مستعد نعم نعم حسن سأفعل سأفعل مستعد أمر حسن الهجوم مستعد نعم هجوم مستعد الهجوم نعم الهجوم مستعد الهجوم نعم نعم مستعد هجوم مستعد هجوم نعم أفعل حسن أفعل نعم حسن سأفعل نعم مستعد حسن هجوم مستعد نعم أفعل نعم حسن أفعل نعم نعم هجوم مستعد نعم هجوم نعم هجوم نعم الهجوم مستعد هجوم نعم هجوم مستعد نعم أمر
我重获战争结束了，理查，战争会损害人的健康。理查发烧了。1192年9月2日，他们签署了最终的条约。战争结束了，但我也无法再踏上诺曼底的土地了。我想看看大马士革的铸造厂，想看看巴格达的哈里发花园。我圣地迎来了和平，暂时而已。遗憾的是，在这样的弹丸之地，诸多文明的发源地。是。